يا رب هي دي الدعوه دلوقتي اللي بدعوها بس يجعل أي كل ام وقلب امي فرحه ببنتها ويجعل تعبنا كلنا في اولادنا خير يا رب يا رب. انت قاعده على الرصيف بنتي في اي مكان. وعلى فكره اسال صحابي انا نازله بابرتين مسكن ان انا عندي مشكله في ظهري ونازله وقاعده وقاعده على طبعا مستنياك. بقول لك واخده ابرتين مسكن. انا لازم لما تخرج من ممنوع من المسكن بس قلت لها هاخده وهنزل واقعد اول ما تخرج من المدرسه بيبقى عينيها قلب عليا عشان بتقولي لما بشوفك قدامي بطمئن. ربنا يوفقك يا رب هي وكل اللي زيها يا رب. هي نفسها اعلام ان شاء الله يا رب. ربنا يجمع يا رب يا رب يا رب. حوار تسريب الامتحانات شايفاه ازاي؟ ما مش غني بس مزعلني ان ممكن يعني حد يكون داخل ومذاكر والتسريب ده ينزل يشتت العيل. يعني انا بنتي قلت لها اوعي اوعي تخلي دماغك تشت ذاكري اللي دروسك و افتكري اللي انت كنت مذاكراه بس بس بالظبط كده. الدعم اللي بوجهه لبنتي ركزي في دراستك وفي اللي جاي ان مفيش اي حاجه هتنفعك الا دراستك بالظبط واللي انت فيه دلوقتي بس المجموعه لا المجموعه يعني دي مش بايدي يعني فكره ان هي تدخل اللي يريحها او بص هو لو ربنا ما كرمهاش وما جابتش اللي هي عايزاه انا مستكفيه ان هي تخش كليه محترمه وان انا بردك اشوف بنتي في كليه. يعني انا والله حمد ربنا على اي حاجه بس احس ان تعبنا ده يعني بقول لك انا واخده ابرتين وقاعده وهي عندها مشكله يعني هي اصلا عندها مشكله ف تعب وضغط نفسي وحاجات كتير قوي 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 بجد والله العظيم.